لرد فعل الشيخ مصطفى العدوي والشيخ محمد حسن. لا يرضيني ولا يقنعني ولا أرى أن الشيخ محمد حسان بيؤدي رسالة العالم المجاهد المقدام الشجاع، هو الذي يعمل بما يعلم وما يعلم. هذه الكلمة ليست نعيا لأخي إسماعيل هنية، فلقد قدمت لأسرته وللشعب الفلسطيني واجب العزاء على استحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله الشدائد خيرا، مع كل شدة ومحنة تنكشف لنا مواقف بعضها حسن وبعضها قبيح. وأنا في هذا الفيديو في الحقيقة يعني أقولها وبكل أمانة، الإنصاف عزيز، والشرع والدين ونهج النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن احنا نكون منصفين. وأؤكد على ما دائما أؤكد عليه، أنا عندما أتكلم عن بعض المشايخ لا أتطرق أبدا لشخوصهم ولا لخصوصيات حياتهم، هذا ليس من خلقي، والحمد لله لم يحدث، رغم أن كثير منهم سلطوا علي غلمانهم، فنالوا من شخصي ورموني بخصوصيات الحمد لله تعالى أبرأ إلى الله تعالى منها وهم يتحملون وزرها. في هذا الفيديو هو نقدر نقول كده رصد أو متابعات لمواقف بعض المشايخ البارزين تحديدا على استشهاد أبو العبد، وتحديدا الرصد لرد فعل الشيخ مصطفى العدوي والشيخ محمد حسن. وأنا هنا أؤكد على ما ذكرته قبل قليل، أنا لا علاقة لي وليس من ديني ولا من خلقي أن أخوض في شخوص أحد أبدا، القضية ليست قضية شخصنا، إنما هي قضية مواقف. نعم، أنا قبل كده اعترضت وما زلت معترضا على مواقف الشيخ محمد حسان تحديدا في ثورة يناير 25 يناير 2011، وموقف الشيخ حسان من الانقلاب العسكري 2013، وطبعا بينهما مظاهرات ووقفات ومؤتمرات كان الشيخ حسان هو أحد أهم أبطالها ورموزها، لكننا افتقدناه كثيرا في 2013 اللي كان قبلها مباشرة يعني بعدة أسابيع خطاب الشهير لنصرة سوريا، والذي أعلن فيه ما أعلن آنذاك. والغريبة والعجيبة إن هو تبرأ من تبعات هذا الإعلان وحمل المسؤولية كلها على الشهيد الدكتور محمد مرسي رحمه الله. أنا ما زلت معترض عليه في هذه المواقف، وما زلت لا يرضيني ولا يقنعني ولا أرى أن الشيخ محمد حسان بيؤدي رسالة العالم المجاهد المقدام الشجاع، إنما هو يعني يؤدي دور دعوي وعظي تحت مظلة رسمها له الحاكم العسكري المنقلب. والعجيب إن الشيخ رضي بهذه المساحة الضيقة جدا ظنا منه إنه كده بيحافظ على الدين. وأنا بقول لحضراتكم إن هذا لا ينبغي أن يكون هكذا، العالم الحر لابد أن يكون متجردا من كل شيء ولا يخشى إلا الله عز وجل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. حسابه على الله عز وجل، يفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، ثم هو يؤدي الرسالة في أي مكان، وأرض الله واسعة. وإلا فهو آثم، ليس الشيخ حسان فقط، بل أي رمز أو داعية أو عالم أو أي حد يتصدر الساحة للحديث باسم الدين لا يخاف إلا من الله، فإذا ضيق عليه في مكان فأرض الله واسعة، وإلا فإنه يأثم وربما تصابه اللعنات إذا كتم البيان عن وقت حاجة الأمة إليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب، ما زالت هذه يعني إيه؟ كانت مواقف السابقة
وما زلت متمسك بها طبعا، سواء للشيخ حسان أو الشيخ مصطفى العدوي أو غيرهم ممن تكلمت عنهم قبل ذلك. الكلام عن مواقف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو المشايخ غيروا مواقفهم وتسلحوا بسلاح العقيدة والإيمان وتجردوا لخدمة الدين لا لخدمة السلطان ولا لخدمة الهوى، والله الذي لا إله غيره سأضع حذاءهم فوق رأسي فوق عمامتي، لأنه هيبقى عالم حق. فالعالم بصدق هو الذي يعمل بما يعلم وما يعلم، فإلا ما فائدة أنه حافظ كتير وبيعلم كتير ولا يعمل شيئا؟ يبقى إيه الفائدة؟ يعني المتعلمين دول تعلموا منه الجهاد والتضحية والإقدام والبطولة، ثم بحثوا عنه في ميادين العمل فلم يجدوه، يبقى لازمته إيه العلم ده؟ لا قيمة له، ده حتى لا ينفع صاحبه، لا ينتفع به صاحبه. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليس له عند الله مكان إلا النار. وأول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم أو قارئ يقال له علمتك العلم فماذا عملت به، أو أقرأتك القرآن فماذا، يقول يا رب بلغت فيك ولك يقول كذبت، بل بلغت ليقال عالم ليقال قارئ، أما وقد قيل خذوه إلى النار. ففي بداية هذا الفيديو هذه المقدمة بكل حواشيها هي نصيحة مني لأخي الشيخ حسان أو لأخي الشيخ مصطفى العدوي أو لأي شيخ أو عالم أو حتى طويلب علم زي حالاتي كده، إنك تجهر بكلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، وحسابك على الله عز وجل. في هذا الفيديو تعالوا نشوف تعليق الشيخ محمد حسان وتعليق الشيخ مصطفى العدوي على وفاة أبو العبد. ونبدأ أولا بالتعليق الماتع الرائع من الشيخ محمد حسان. هذه الكلمة ليست نعيا لأخي إسماعيل هنية، فلقد قدمت لأسرته وللشعب الفلسطيني واجب العزاء على استحياء، فنحن نبذل كلمات وهم يبذلون الدماء. فالرجل كان مشروع شهادة طوال عمره ينتظرها ويرجوها، بل ومهد له الطريق بدماء كوكبة من أبنائه وأسرته، فضلا عن إخوانه ممن سبقوه من أبطال المقاومة الصادقين وأبناء شعبه الصابرين حتى أكرمه الله بها، وسفك دمه هو الآخر بيد الغدر والخيانة، وأرجو الله جل وعلا أن يتقبله عنده الشهداء. قال سبحانه: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال سبحانه: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي ليعلم الله الذين آمنوا منكم من الذين نافقوا والذين صدقوا من الذين كذبوا، وليكرم الله بالشهادة من أراد أن يكرمه بها ويصطفيه لها. فالشهداء مصطفون ومختارون، يكرم الله عز وجل بها أولياءه على أيدي أعدائه، ثم تصير عواقب الأمور لأهل طاعة العزيز الغفور، ويكون النصر يقينا لدين الله جل وعلا. وقد سبق الرجل على طريق الجهاد والعزة والكرامة والزود عن الدين وعن الأقصى وعن الوطن قادة كثيرون جدا، فالموت حق محتوم ولو طال الطريق. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. لكنني أسجل هذه الكلمة المختصرة لأبطال المقاومة الصامدين ولأهلنا حول الأقصى وعلى أرض غزة وفلسطين من الصابرين الصامدين، وأرجو الله أن تبلغهم هذه الكلمات لأشد على أيديهم ألا يصابوا بهزيمة نفسية أو سقوط للروح المعنوية. فإن كنا لا نقلل من قدر القادة ولا من شأن الإعداد في حدود الإمكانيات المتاحة، لكننا في الوقت ذاته على يقين أن النصر من عند الله وحده. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فعلقوا قلوبكم بالله جل وعلا وحده، وأخلصوا له العقيدة والعبادة والعمل. جزاك الله خيرا يا شيخ حسن، صدق والله يا إخواني، أنا تعمدت عدم المقاطعة حتى نتعلم من الشيخ حسان ومن كلماته القوية، القوية لفظا والقوية حالا، يعني من حيث الحال الذي جاءت فيه. جزاك الله كل خير، أنا في تقديري هذه أقوى وأروع كلمات قالها الشيخ محمد حسان في موقف
من أخطر المواقف وحال من أخطر حالات الأمة الإسلامية الآن. كلمات قوية منتقاة بعناية، أحسبها خارجة من قلبه وأحسبه يقولها بمنتهى الصدق ولا أزكيه على الله. فجزاك الله خير، أنا أكثر واحد سعيد بهذا الكلام. أنا علاقتي الشخصية بأبي العبد رحمه الله علاقة عميقة جدا، واستشهاده أثر فيها أنا بشكل شخصي، وخلال الأيام دي كلها وأنا بحاول كده مع نفسي يعني، لكن كلمات الشيخ حسان في الحقيقة جاءت برضا وسلاما على نفسي. فالله الله 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 يا شيخ حسان، الله الله عندما يقوم العالم بدوره وبواجبه في قضايا الأمة. شفتوا بقى ده اللي أنا كنت بقوله من شوية، لما العالم يكون في مقدمة الأمة عند كل حدث ونازلة، الأمة ترتفع معنوياتها وهمتها وتزداد تمسكا بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتزداد احتراما وتقديرا لعلمائها عندما يشاهد العلماء بينهم في الميدان، في ميدان المواقف. فبالله عليك يا شيخ حسان كمل، كمل في هذا الطريق، كمل متجردا لله عز وجل، واحتسب كل شيء عند الله. والله لا أتمنى لك البلاء، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يسلمك. أكمل في هذا الطريق، الله يرضى عنك، أكمل حتى لا يفتتن شباب الأمة في علمائهم. الله يبارك فيك ويحفظك، كلمات قوية. جزاك الله خيرا يا شيخ حسان وبارك الله فيك. لا أعرف تعليقك في من يقول لا نترحم على القائد إسماعيل المتصل، بيقول له تعليقك على من لا يقول بالترحم على القائد إسماعيل، وأم قفل الشيخ، قفل الاتصال. ليه يا شيخ مصطفى؟ ليه؟ يعني لماذا أغلقت الهاتف في وجه المتصل رغم أنه بيسأل سؤال عادي جدا يعني، سؤال الحدث؟ طيب تعالوا نسمع إجابة الشيخ، السؤال عن إسماعيل هنية، تعالوا نسمع الإجابة. كيف لا نترحم على مسلم مات ما دام الشخص مسلما مات على الإسلام؟ يجوز لنا أن نترحم عليه، بل أشد من ذلك، الشخص المنتحر، الشخص الذي مات منتحرا أشد وأشد مرارا. هل نصلي على المنتحر أو لا نصلي على المنتحر؟ يرى جمهور العلماء أننا نصلي على المنتحر. وحديث الرسول عليه السلام لما أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص قال صلوا على، عفوا، ما صلى عليه لكن ما نهى. قال النووي رحمه الله ما نهى، والجمهور على الصلاة على الشخص المسلم. بارك الله فيكم. فضلا عن إذا كان بذل مهجته لله أو بذل حياته فيما يرى أنها لطاعة الله، فطبعا يصلى عليه ويترحم عليه. بارك الله. أنا في الحقيقة مش فاهم، الشيخ مصطفى قال تقريبا 50 كلمة لم يذكر في كلمة منها اسم إسماعيل هنية. المن يقول إن إذا مات الإنسان مسلما، الشخص الذي مات مسلما، ولماذا لا نترحم عليه؟ الشخص المسلم الذي مات مسلما فلماذا لا نترحم على المسلم؟ ثم انتقل إلى موضوع المنتحر، وأنا لا أدري وجه الاستدلال بين الأمرين يعني، لكن عموما لعله يقصد أنه العلماء لم يختلفوا على موت المسلم أو الترحم على المسلم، ربما لأنهم لم يختلفوا أصلا على الدعاء للمنتحر، فما بالك بقى بمن قدم مهجته. من الذي قدم مهجته يا شيخ مصطفى؟ اسمه إسماعيل هنية بالمناسبة يعني. تخيل تقول اسمه ليه يا شيخ مصطفى؟ ما أطال الجبن عمرا ولا قصر الإقدام في الآجال يا شيخ مصطفى. مالك يا شيخ مصطفى؟ في إيه؟ ليه حالة لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا تعمدت أمهد لك بكلام الشيخ حسان، أهو نموذج معاك في نفس البلد وتحت نفس الحكم الاستبدادي، ومع ذلك الرجل تكلم بشجاعة. يا شيخ مصطفى ما تخافش، يا شيخ مصطفى أنت رجل مبلغ عن الله وعن رسول الله، فلا ينبغي أن تخاف إلا من الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا تخف إلا من الله يا رجل. بقى بالله عليكم، هذا تعليق يليق بحجم ومكانة وعلم
الشيخ مصطفى العدوي، أو تعليق يليق بحجم ومكانتي وبطولة أبو العبد، أو بحجم اهتمام الأمة الإسلامية بهذا الحدث؟ ده أنت هتقول كلمتين بس. والله غضب لله، والله غضب لله، والله غضب لله، والله نصيحة من طويل بعلم للرجل عالم كبير، يعني المفروض أنك بتقدم نفسك هكذا للناس، اسمعها بقلبك لله سبحانه وتعالى يا شيخ مصطفى، اتق الله. فما قيمة العلم اللي انت بتقدمه كله إذا لم تصدع بكلمة الحق يا رجل؟ فأي دين تقدمه للناس وأنت متراجع وتتحسس الكلمات وبتوازن ما بين المواقف والمصالح والمفاسد؟ فأي دين هذا؟ احنا بنقدم للناس دين مش أول. الشيخ حسان أهو قالها، إن شاء الله يستمر عليها بإذن الله. فأنت فينك يا شيخ مصطفى؟ ليه كده؟ ليه دايما مع كل موقف الأمة تناديك بتخذلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله العلم ده هيبقى حجة عليك إذا لم تقل كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. ألا قد بلغت؟ اللهم تشهد. محدش بقى يقول لي أصل أنت واخد على الشيخ مصطفى. والله كلها مواقف، والله لو غير مواقفه لأضعن حذاءه فوق عمامتي، بس يغير مواقفه ويورينا العالم بحق الذي لا يخاف إلا من الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.